السلام عليكم. ثلاث سنوات من الحرب في اليمن خلفت وضعا إنسانيا صعبا على اليمنيين، وصفته الأمم المتحدة بأنه ينذر بأكبر كارثة إنسانية في تاريخ العالم. تعب اليمنيون من دق أجراس الخطر من قبل الدول الراعية والمنظمات الدولية، فهم يسمعون أجراسا ولا يرون طحينا. وإزاء هذه التحذيرات المحلية والدولية استجابت كثير من الدول والمنظمات الإغاثية. دول كالمملكة العربية أعلنت أنها قدمت ما يقارب 11 مليار و700 مليون دولار منذ بداية الحرب، وهو مبلغ يكفي لحل الأزمة الإنسانية في اليمن إذا ما أدير بكفاءة وأمانة. الولايات المتحدة قالت إنها قدمت ما يقارب المليار دولار لدعم الأعمال الإنسانية في اليمن. الاتحاد الأوروبي، الإمارات، الكويت وقطر وتركيا وغيرها من الدول قدمت ما مجموع مليارات الدولارات، لكن السؤال المحير دوما، أين تذهب هذه الأموال؟ اليمنيون الذين يواجه معظمهم هم تدبير الوجبة القادمة يعرفون جيدا أن المساعدات الواصلة ليست بالحجم المتسق مع الأموال المعلنة ولا حتى نصفها. فأين تذهب فعلا هذه الأموال؟ ولماذا لا توجد رقابة مجتمعية أو دولية لضمان شفافية وصولها للمستفيدين؟ ما هو موقع اللجنة الإغاثية العليا التي يرأسها الوزير عبد الرقيب فتح من هذه الأموال؟ هل تأتي جميع المساعدات عبرها؟ ولماذا لا تتدخل المنظمات الإنسانية بشكل مباشر في اليمن وتنفذ مشاريع الإغاثة في المناطق المنكوبة بنفسها؟ وأخيراً، أين دور الحكومات الشرعية في حفلة المال والجوع هذه؟ هل يمكن أن تقول للناس أين هذه المليارات؟ أعزائنا المشاهدين، هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها في المساء اليمني لهذه الليلة، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. بهجة بما تيسر من لقيمات، لكنها لا تنهي مأساتهم ولا تقيهم شر كارثة وشيكة تحيط بهم وببلدهم. قد تبدو الصورة هنا كاملة، لكن ما يخفى خلفها يظهر ما هو أشد وأنكى. فهنا صور تحكي جزءا من المشهد في اليمن وتظهر مأساويته المخيفة. مدير مكتب الصحابة عز عبد الرحيم السامعي كتب في صفحته عن وفاة الطفلة وعد حلمي بسبب سوء التغذية من منطقة ذباب، مستنكرا رفض المنظمات الإنسانية إقامة مخيمات إغاثية في المناطق التي تحتاج لتدخل عاجل. كثر من يدقون أجراس خطر المجاعة في اليمن، لكن هذه الصور تبقى إدانات تاريخية مكتملة الأركان. آخر التحذيرات أعلنها تقرير في صحيفة الواشنطن بوست، قال إن أكثر من 8 ملايين مواطن يمني يعانون من المجاعة الفعلية. أما منظمة الصحة العالمية فقد قالت إن 76% من اليمنيين يعانون انعدام الأمن الغذائي. تقول منظمات إغاثية دولية وإقليمية إن اليمن في سلم أولوياتها وإنها تنفذ أكبر مشاريعها فيه. يقول السعوديون أيضا إن اليمن في قلب سلمان، وأن المملكة قدمت قرابة 11 مليار و700 مليون دولار خلال الفترة الماضية. ووفقا لما نشروه، فإن أكثر من 8 مليارات دولار قدمتها المملكة كمساعدات لليمن خلال الفترة من إبريل 2015 وحتى أغسطس 2017، كما قدمت أكثر من 900 مليون دولار مساعدات إنسانية من خلال مركز الملك سلمان، وأكثر من مليار دولار مساعدات مقدمة للزائرين اليمنيين داخل المملكة، كما قدمت قرابة 3 مليارات دولار مساعدات إنمائية ومثلها مساعدات حكومية ثنائية. بعد هذا التفصيل السريع في أرقام المبالغ التي قدمت لليمن، يقفز التساؤل البدهي كالعادة، أين تذهب هذه الأموال؟ تبدو المفارقة مثيرة للعار والخجل بين يمنيين باتوا يموتون جوعا وبين أرقام المليارات التي لا يعرف اليمنيون أين مصيرها. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والكويت والإمارات وقطر وغيرها من الدول قدمت كذلك ملايين الدولارات والمساعدات العينية لإغاثة الشعب اليمني، لكن الناس لم تلمس ذلك الفرق في معاناتها اليومية. رائحة الفساد في الملف الإنساني أصبحت مخزية، والقائمون على هذا الملف لا يستشعرون أنهم يأكلون خبز الفقراء ويسرقون حياتهم. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعي الأستاذ أحمد الصهيبي المسؤول الإعلامي لائتلاف الإغاثة الإنسانية من تعز، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور والعافية، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ أحمد. جملة من المؤشرات التي ترجمتها تقارير وبيانات لمنظمات دولية وهي معنية بالإغاثة في اليمن تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية
من خلال اطلاعك أستاذ أحمد، كيف هو الوضع على المستوى الإنساني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. مساء. في البداية الوضع الإنساني وما نستطيع أن نقول له بأنه أزمة إنسانية كبيرة وتتفاقم يوما بعد آخر في المحافظات اليمنية، مع إجمالي المساعدات المقدمة والتي تعلن عنها المنظمات الخارجية التي تصل إلى المحافظات اليمنية وإلى مناطق المتضررين. نقول أن بإجمالي هذه المساعدات لا تكفي لسد الاحتياج، فما بالنا إذا ذهبت هذه الأموال وهذه المساعدات لغير مستحقيها، أو كان هناك توزيع غير عادل أو غير شفاف، أو أموال يتم التلاعب بها. ما أعلنت عنه المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية هي مبالغ كبيرة فعلا، لكن الكثير من هذه المنظمات تذهب من منظمة إلى منظمة أخرى، ومما يقلل حجم هذه المساعدات التي تصل أخيرا إلى هؤلاء المتضررين في المحافظات اليمنية أو مناطق النزوح أو المناطق التي تشهد وضع أوضاع إنسانية سيئة وفقر مدقع جراء الحرب المستمرة منذ نحو 3 سنوات. نعم أستاذ أحمد، يعني باعتقادك كم نسبة ما يصل من هذه المساعدات بحجم أو مقارنة بما يتم الإعلان عنه؟ كما ذكرتم أنتم في تقريركم، ما قدمته المملكة العربية السعودية وأعلنت عنه قبل أيام هو 11 مليار دولار لمساعدة إنسانية للمحافظة اليمنية. هناك تفصيل بسيط لهذه المساعدات، ليست كلها يتم تقديمها عبر المملكة العربية السعودية أو عبر المنفذين أو وشركائها في المناطق المستهدفة. الكثير من هذه المساعدات قدمت لمنظمات الأمم المتحدة، ومنظمات الأمم المتحدة تقوم بتنفيذها عبر برامج الغذاء العالمية أو منظمة الصحة العالمية أو مفوضية السامية لشؤون اللاجئين. هذه المنظمات الدولية لم تعلن بالضبط عن إجمالي حجم المساعدات التي وصلتها أو المساعدات التي نفذتها وإجمالي المستفيدين من هذه المساعدات. لماذا أستاذ أحمد لا تعلن؟ أليس من أسس عمل المنظمات الدولية الشفافية وإصدار تقارير بعد كل مشروع يتم القيام به؟ لماذا لا تعلن عن الأرقام التي وصلتها؟ هذا هو أهم أساس في عمل المنظمات الدولية، وهي الشفافية مع الجهات المانحة والشفافية أيضا مع المواطنين المستفيدين من هذه المساعدات. نحن طالبنا الحكومة اليمنية قبل أشهر بصفتنا كائتلاف الإغاثة الإنسانية، طالبناها بتحرير مذكرة رسمية مثلا إلى برنامج الغذاء العالمي ليطلعنا برنامج الغذاء كم إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمها للمتضررين والنازحين ومن يحتاجون لهذه المساعدات. الحكومة اليمنية لم تتفاعل مع هذه الدعوة ولم ترسل أي مذكرات أو أي دعوات لهذه المنظمات وتطالبها بتوضيح حجم هذه المساعدات حتى تبين لبقية المنظمات الإنسانية العاملة في هذا المجال حجم هذه المساعدات ومناطق التنفيذ. أيضا هناك إشكالية أخرى، عندما تعلن هذه المنظمات لا تعلن بشكل كامل المناطق وإجمالي المستفيدين من هذه المساعدات ليتم استهداف المناطق الأخرى التي لم تصل إليها هذه المنظمات وتقوم بدعمها وتزويدها بالمساعدات الإنسانية اللازمة. نعم، ما هي المنظمات الدولية المناطق استهدفت من قبل أكثر؟ نعم، هناك الكثير من المناطق استهدفت في أكثر من مناسبة وأكثر من مشروع ومن أكثر من منظمة إنسانية، لكن مناطق أخرى لم تصل إليها هذه المنظمات نتيجة أيضا ضعف التنسيق بين المنظمات المانحة وأيضا الحكومة الشرعية والسلطة المحلية والمنظمات العاملة في الميدان. نعم أستاذ أحمد، ما هي المنظمات الدولية التي ما زالت تعمل في تعز حتى الآن؟ نعم، كمنظمة تابعة للأمم المتحدة مثلا نجد أن هناك برنامج الغذاء العالمي، أيضا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لها نشاط في مناطق النزوح، نشاط جيد، بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية. هناك أيضا مركز الملك سلمان قدم مساعدات إنسانية كبيرة للمحافظات اليمنية المتضررة وعبر عدة جهات إنسانية عاملة في الميدان.
نعم، أنتم في ائتلاف الإغاثة الإنسانية أستاذ أحمد، على ماذا يعني تتركز أهدافكم أو يعني مع من تنسقون؟ نشاطكم أنتم منذ تأسيس الائتلاف في منذ تأسيس ائتلاف الإغاثة الإنسانية في شهر مايو من العام 2015 وحتى اليوم ونحن في مطلع العام 2018 نسقنا مع العديد من المنظمات الدولية في هذا المجال، كان أهمها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وعدة منظمات أيضا من بينها منظمات وجمعيات خيرية من دولة الكويت. نفذنا عبر هؤلاء المانحين العديد من المشاريع الإنسانية منذ تأسيس الائتلاف وحتى اليوم. ما نعاني منه كثيرا في الفترة الأخيرة منذ أواخر العام 2016 وحتى الآن في مطلع 2017 ضعف قلة المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المنظمات العاملة في الميدان لتوزيعها للمستفيدين. أيضا مسألة التنسيق، قلت نسبة التنسيق بشكل كبير بين هذه المنظمات والحكومة والسلطة المحلية والمنظمات العاملة في الميدان. المنظمات الدولية لا ترسل المساعدات بالشكل المطلوب نتيجة لضعف التنسيق مع الجهات الحكومية أيضا. نعم، إذن وينضم معنا، اسمح لنا أستاذ أحمد أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف السيد جمال بلفقي مستشار الإدارة المحلية، نعم، المنسق العام للجنة العليا للإغاثة أيضا. مساء الخير من عدن. مساء الخير أستاذ جمال. أهلا وسهلا أستاذ جمال. عام مضى وهو مثقل بالانتهاكات الإنسانية، كيف تنظر أنت من زاويتك لكل هذا الذي يحدث خاصة على الصعيد الإغاثي؟ ما الذي تحقق وما الذي كان يجب أن يحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندما نحن نتحدث على العمل الإغاثي بشكل عام من 2015 لليوم، طبعا هي عندما نحصل العمل الإغاثي هي دائما تأتي عن طريق المنظمات الدولية أو عن طريق مركز الملك سلمان أو عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي. هم هؤلاء، نحن كان في اللجنة العليا للإغاثة والحكومة اليمنية هي نحاول نحشد الجهود من أجل إيصال الإغاثات إلى هذه المنظمات لكي توصلها إلى الشعب اليمني كل على حسب برامج عمله. طبعا نحن في اللجنة العليا للإغاثة نحن نحاول ننسق معهم ونفتح لهم مجالات اي عمل اغاثي الى المناطق التي هي تحت سيطره الحوثي او عن طريق المنظمات الدوليه التي توصل عن المناطق المحرره. طبعا الامم المتحده هي نحن اكثر من مره عند وجودها مكاتبها داخل صنعاء هي اشكاليه كبيره لعدم وصول الاغاثه بشكل كبير الى المستحقين. نعم أستاذ جمال، يعني كيف تقيم أن دور المنظمات الإنسانية المحلية والدولية تجاه الوضع الإنساني؟ طبعا المنظمات الدولية هي كان يجب أنها نحن ليس راضين عنها بالشكل المطلوب، لأنها لم نحن خاصة بالنسبة للعمل الإغاثي الذي تأخذ الأموال أكثرها هي منظمة الصحة العالمية وكذلك مركز كذلك برنامج الغذاء العالمي. برنامج الغذاء العالمي هو بيعمل بآليته القديمة. لحد اليوم نحن نطالب من برنامج الغذاء العالمي أن يحدث البيانات ويعمل مسح جديد، لأن الحرب هذه أصرزت شخصية أو أوضاع كبيرة ومأساوية في مناطق كثيرة. لا زالت عنده الأرقام القديمة هو بيتعامل معها بنفس الأسلوب اللي كان بيتعامل معه حتى ما قبل الحرب. كذلك نعم، اسمح لي عند هذه النقطة أستاذ جمال، يعني لكي أستوضح منك، يعني تقارير برنامج الغذاء العالمي يعني تشير إلى أن هناك زيادة في احتياج الناس في اليمن واتساع رقعة الفقر، وربما يعني هي في مطلع كل عام تحدد كم عدد الذين يعني هم مصابين بالجوع أو بالفقر. لما يعني تقول أن بياناتهم غير محدثة؟ هل يعلنون شيء والعمل في على أرض الواقع يعني شيء آخر؟ طبعا هي برنامج الغذاء العالمي تمشي حسب برامج معينة اللي هي بتقوم فيها، إنما هي نحن عادة نحن دائما نسعى كذلك. احنا أكثر من تصريح عمله وزير الإدارة المحلية أن تكون العمل الإغاثي لخمس مراكز إغاثية.
طبعا هي الارقام اللي موجوده معاهم هي لحد الان لم يوجد فيها تعديل بشكل كبير في بعض المناطق الموجوده، ودائما نحن نتساءل على هذا الموضوع، لماذا لم ياتي تحديث لهذا كذلك بالنسبه للاغاثه التي بتمر عن طريق المناطق اللي هي تحت سيطره الحوثي، المناطق هذه اللي هي اشد. نعم استاذ جمال. حد اشد حاجه عندما نتكلم احنا عن تعز المحاصره، تعز الحاصره تاتي الاغاثه اليها من اب، واكثر من مره تاتي انتهاكات موجوده اللي ارصدت في العام الماضي حوالي 567 قافله تم انتهاكها واعتراضها ولم توصل الى محافظه تعز وعده مناطق غير تعز. لكن بالنسبه نحن بالنسبه لنا البرنامج يقدم لنا برنامج عمل على اساس انه بينفذه، لكن هو ينفذه عبر الشركاء، فالشركاء هؤلاء لم يتواصلوا مع اللجنه العليا للاغاثه او مع السلطات المحليه لتنفيذ العمل الاغاثي في المناطق اشد احتياجا. نعم استاذ جبل، يعني لما بالضروره ان تعمل هذه المنظمات العامله الدوليه مع شركاء؟ نحن نعلم يعني ان يتم وجود وساطات للعمل الانساني، معناه ان جزء كبير من هذه المبالغ يهدر في الحاجه الاداريه من تشغيل مكاتب وموظفين وما الى ذلك، وهي مبالغ طائله عاده، يعني نحن نستمع لاموال طائله، مساعدات انسانيه، دول جديده تدخل لاجل المساعدات، ومع ذلك منذ يعني بداية الحرب وحتى الآن في كل عام تزداد نسبة الفقر ونسبة اليمنيين الذين هم في مستوى الجوع، لماذا برأيك؟ طبعا هو برأيي أن بالنسبة للمنظمات الدولية عندما يكون شركائها من بعض المنظمات الموجودة في صنعاء من الحوثيين، طبعا هي لا توصل إليهم عبر برامج معينة هم لا يكونوا هم يد فيها. عندما نحن بنتكلم على المناطق المحررة، المناطق المحررة برضو كذلك عن طريق شركائهم، وشركائهم الموجودين غالبا ما يكون شركاء من دول أوروبية. فطبعا اللجنة العليا للإغاثة لم تأتي إليها الإغاثة، نحن كلجنة تنسيقية نحن ننسق العمل، الحكومة هي تحاول أنها تخشد الجهود لإيصال الإغاثة سواء كان عن طريق المنظمات الدولية. مركز الملك سلمان له شركاء على الأرض. نعم. في حضرموت وشبكة نما، فعدة منظمات محلية تكون شريكة لها توصل الإغاثات في المناطق المحررة، المناطق اللي هي تحت سيطرة الحوثي، فنحن دائما بنبحث عليهم، لابد بنقل مكاتبكم لداخل العاصمة الاقتصادية عدن عن طريق شركائنا المحليين، نستطيع أن نوصل الإغاثة لأبعد نقطة موجودة، فنحن مسؤولين دائما من المهرة إلى صعدة، فنحن قاعدين نوصل هذه الإغاثة إلى هذه المناطق، وهم لأنهم يحملون قبعة الأمم المتحدة، فهم قادرين يدخلوا هذه المناطق، لكن للأسف لا توصل إليهم. نحن بنتكلم عن النازحين الآن، وصلت النازحين إلى داخل المناطق المحررة من داخل صنعاء ومن داخل الحديدة من منطقة تعز في الوزعية إلى داخل المناطق اللي هي المحررة. نحن نطالب منهم بعمل كذلك عبارة عن مركز استقبال، نطالب إن كذلك عن نحن بنتكلم عن تحيتة وعيث الذي هي كانت مجاعة موجودة، طلبنا منهم إذا كان هم لا توجد معهم حالة طوارئ، وهم للأسف الشديد لا توجد حالة طوارئ، وصلت النازحين 2500 نازح خاصة من الحديدة، إذا لم توجد مهام هذه فأين الأموال التي أرصدت لمنطقة الحديدة التي أعلنت عنها سابقا فأنها يعني تعاني من المجاعة؟ نحن نحاول، لكن إن شاء الله في خلال 2018 الحكومة أدركت ويتم التنظيم، بدأت وزارة التخطيط بمخاطبة بعض المنظمات لإصدار البيانات حقها وتقديم كل ما لهم وأعمالهم برامجهم والأموال التي توصل إليهم، وإن شاء الله في خلال 2018 الحكومة سوف تدرك الخلل وإن شاء الله نقدر نعالجه. إذن شكرا جزيلا لك جمال بلفقيه، المسؤول عفوا مستشار وزارة الإدارة المحلية والمنسق العام للجنة العليا للإغاثة في اليمن، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني استمعت لحديث الأستاذ جمال، وجود شركاء محليين، أيضا النسب التي يعني يعلن عنها هي ما زالت يعني على أرض الواقع ما زالت تتعامل مع أرقام قديمة ليست يعني محدثة في المعلومات،
برأيك أستاذ جمال، يعني النداء الإنساني التي تطلقه الأمم المتحدة وجمعت من خلاله أكثر من مليار دولار، نعم أستاذ أحمد، هل لمستم يعني ثمارها على مستوى تعز وفي المدينة والريف؟ خاصة والأستاذ جمال تحدث أن تعز حرمت كثيرا من كثير من المساعدات الإنسانية بسبب ميليشيا الحوثي فلم تصل إليها المساعدات. الأستاذ جمال بالفقيه تحدث عن بعض المعلومات المهمة في حديثه عن المشاكل والعراقيل التي تواجه العمل الإغاثي. هناك بالأخذ بعين الاعتبار أن نحن اليوم في هذا التوقيت بعد 3 سنوات من بدء الحرب على المحافظات اليمنية نواجه أمور كثيرة للمنظمات العاملة. نحن الآن لدينا مشكلة المرتبات ومشكلة ارتفاع الأسعار ومشكلة انخفاض ارتفاع سعر صرف العملة المحلية وتدهورها في السوق. كل هذه الأسباب أدت إلى تفاقم المأساة وتفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن. بالنسبة لمحافظة تعز مثلا كنموذج لمأساة المحافظات اليمنية، هي تم اعتمادها من قبل أو تم إقرارها واعتمادها من قبل الحكومة الشرعية مؤخرا في الأشهر الأخيرة كمحافظة يمنية محررة لها ما لها وعليها ما عليها بالنسبة للمحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية. المساعدات الإنسانية التي قدمتها الأمم المتحدة لمحافظة تعز نتيجة لكون مكتبها في محافظة صنعاء كانت تتعرض لمشاكل كبيرة، أهم هذه المشاكل هي المنافذ المحاصرة، كان يتم حجز هذه المساعدات الإنسانية وعدم إدخالها إلى المدينة ليتسنى للمتضررين الاستفادة منها. أيضا هناك مشاكل كبيرة أيضا مثلا في بعض المنظمات الدولية في تحديث معلوماتها، نجد أن مثلا هناك بعض المنظمات لا زالت تعمل منذ بدء عملها وحتى اليوم في نفس المناطق وتقوم باستهدافها شهريا، لم تحدث قائمة الأسماء وقائمة الأسر التي عادت إلى مناطقها بعد توقف المواجهات المسلحة في هذه المناطق، في حين أن هناك مناطق آمنة ومن الممكن الوصول إليها، لكن هذه المنظمات لم تصل إليها حتى لتجديد المعلومات وتجديد البيانات ليتم استهدافها في أوقات أخرى وأوقات قادمة أيضا، ومشاريع تحتاجها هذه المناطق في مجال سواء في مجال الغذاء أو في مجال الماء أو في مجال الدواء. نعم أستاذ، يعني الإعلام السعودي يتحدث عن أكثر من 11 مليار دولار، جزء كبير منها ذهب في الإغاثة الإنسانية، ما الذي وصل لتعز من هذه المبالغ؟